السيد الرئيس الحكومة نتوجه لك على أنك الأمين العام حركة النهضة، وتوا نحكي معك أنت على أساس ترويك الكل. مش معقول أنه في الإعلام وزارة تحكي على صفقات، مستشاري تاع السيد الرئيس يقول هذا غير شرعي وغير قانوني وكذا وكذا وكذا. مش معقول إذا في الإعلام رئيس الجمهورية يعلن على خطاب سلوني للشعب التونسي. توجه به ونص ساعة قبل قنوات كل تستنى وشعب التونسي يستنى باش يسمع رئيس الجمهورية يقول لا راني بطلته. والغدو يخرج لنا رئيس الديوان نتاعو ويقول بطلناه بطلناه خذ فما تشكور. شكا هيبة الدولة اللي وجوا عليها سيد الرئيس. التفسير اللي سمعناه من بعض عوانكم انه ما نجمش تحصلوا على رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية قاتل في الجنوب قايل قال القوات المسلحة ينجم يعلن الحرب الريزو، هذا شيء يخوف المواطن التونسي. الخوف موجود في داخل كل بشر. قدمت بمقترح في اعفاء عن الجمعية الرياضية من المشاهنة في النظام الاجتماعي وتكفل الدولة بها بالنسبة لسنة 12 لجمعيات اللي عانيت من المباريات بدون جمهور خاطر عايشوا في صعوبة كبيرة. سي علي وعدنا بهذايا سي نار قضيب كيف اليوم نعتقدوا انه الكره بلا الجمهور صعيبه ولازم نعطيو ميساج اللي نجموا نسيروا 3000 عبد في ساد وعلى سيروا في بلاد يوماتي بركات هنا مسخناتي مولعها نار. الحمد لله ربي بون كلوا على الاقل في الزلزال طلعنا في اختي اليوم اللي ولينا نخافوا شويه ونوقفوا شوط على خاطرنا. عديتي تحيتي بحبك يا غالية عشقك يا صبرا كل جمعية. من عند الفرق اللي تلعب على فادي النزول حبيبنا عملنا لعبنا على فادي النزول وقلنا انا شو تقف في الشامبيونات قلنا ليه كيفاش ما يجيش الجمعة التالية كسبت غادي نكملوا الشامبيونات حتى ال 25 وفما حتى مشكلة للأسف معناها هذا يضطر كونتونيتي وي بوان بعد ما كانش كان هذايا تو في مغيب مثلا انا وقت هذايا ماهوش بريء برشا ما نحبوش نفهموا انه احنا مقصودين بيه. هذا كان جونا سبور وكان إليمون خاص نشكره بشير المجري عليه بضيفنا اليوم مهدي بن غربية بين السياسة وبين الرياضة بين التصريحات بعد ساعات نارية شوية هكا وثورية وبعد ساعات ساج ومعنيها كيفاش نجم تتراوح ما بين زوز مهدي انتي وليمور ولا لبدتو سامرسي على ليمور. نعتقد انه العبد ديما يحاول يكون هو بيدو السيدة تخفامية من غير واحد معناها صحيح انه نقدرني نتحلى بالمسؤولية ساعات نتحمس ببقى نتحمس للأفكار اللي نعتقدها وعبد إذا متحمس للأفكار اللي يعتقدها ويدافع عليها أحيانا بشراسة وأحيانا معناها بغير مبالغة بقى ما يعطيها ما تسحق فإنه ما يأمنش بها حقا فعلا ما أنا فهمتني دوك نقتضي أنه في كل اللي نقوله نحاول من مسش الناس من منظرش الناس نحكي باللي فما ما نتقولش لغة السياسيين ما نتقولش لغة الخشب يزينا من لونغ دوبوا اللي عشنا بها 50 سنة يظهر لي المواطن التونسي سواء كي انتخبنا في جمعية رياضية ولا انتخبنا في مسؤولية سياسية أقل ما يطلب منا في غياب فعل وتغيير حقيقي للبلاد بعد الثورة هذه على الأقل نكونوا صادقين معها اللي فما فما اللي فما فما واللي فما فما باش نسكروا دوسي متاع الاحتراز اللي عملته هيئة الترجي الرياضي التونسي وربحته باغايور على مباراة اللي جمعت الترجي الرياضي بنجم بني خليد واللي قضات الكناس بأني تتعاود المباراة هذه وبتبيع الرياكسيون متاع النادي الرياضي بن زرتي جيت عنيفة شوية في أنه النادي الرياضي بن زرتي هدد بالانسحاب من البطولة مرة أخرى بما أنه معني المفهوم يقول لك علاش ما بين بني خليد ونادي الرياضي بن زرتي مدخلوا نفسروا شوية المستمعين نتاعنا نادي الرياضي بن زرتي انطلاقا من أنه هو صاحب المرتبة الثانية على بعد نقطة وما يساعدوش باش تعاود المباراة. هل القرار هذايا نجم نعتبره اللي أعلن عليه أمير الجزيري البارح عنا في شمس فام يعتبر قرار نهائي ولا هو كلام نتاع سخانة في وقتها وكهو مات؟ لا هو مش كلام نتاع سخانة. أمير الجزيري قال الشيء اللي يحس به هو ويحس به عدد كبير من أعضاء الهيئة المديرة نتاع نادي الرياضي بن زرتي وخصوصا معناها
جزء كبير والاغلبيه ساقه نتاع جماهير نادي الرياضي بنزرتي اللي معناها اليوم في بنزرت. ما هي فما تدرج في الحقوق وهذه حاجه معناها هذه حاجه خذيت مجرى قانوني مشيت للكناس الكناس استاتيو. انا قدر اول حاجه ساعه اليوم هذه فرصه باش نعاودوا نراجعوا منظومه الكناس. منظومه الكناس اللي تحطت في ظروف نعرفوها الكل شنو مش معقول انه مصير الكره التونسيه يتحدد بين ثلاثه من الناس خاطر فما ثلاثه من الناس ونعرفوا ثلاثه من الناس هذوما الحق الطرف الشاكي والطرف المشتكي به يختاروا جزء من الناس منهم والثالث يختار ضمن ناس معينين. احنا نحبوا نقطعوا منظومه التعيين. اليوم نظن انه الهيئه تاع المحكمه هذه الرياضيه تمت في ظروف معينه الظروف هذه تجاوزناها اليوم عشان متذكرات وتفكرنا بماضي نحبوا ننساوه. لابد من اعاده معناها صياغه المنظومه هذه وتعيين الناس هذه. انا باش نطلب انه نقوموا بجلسه عامه استثنائيه خلق العاده باش نقترح هذا على النوادي ومن حقنا بالطبع في الاستاتيو تاع الفيدراسيون ان نغيروا للمحكمه هذه. هذه من ناحيه الشكل. بالنسبه للمساله الثانيه البارح السيد رئيس المحكمه هذه اللي هو قاضي والاصل فيه عنده واجب تحفظ تكلم في موزايك ويتصرح ويعلل في القرار نتاعو ويفسر فيه. انا قدر انه القاضي عمره سمعنا بحاكم يحكم في حاجه وبعد يخرج الراديوات يفسر فما واجب تحفظ للاسف ما تمش. نقدروا انه القرار هذايا ظالم للنادي الرياضي البنزرتي. نقدروا انه فمبدا نتاع العداله الرياضيه انديبوندامون من القانون وكذا العداله الرياضيه نلعب عليه عندي وروتور عندك ما يجيش. اليوم البطوله توقفت رغم عنا. تخيلوا كان كملت البطوله اليوم فهمتني والقرار هذايا اللي خرج شهرين بعد خاطر الماتش تلعب عنده شهرين واش خرج توا. ان نقدر انه ما نفهمش كيفاش الترجي باش يقبل معناها انه يعاود ماتش مره اخرى في تونس بعد هاد ناخذوا المعني بالامر كان تحب يفهمنا اكثر اللي هو حاجه على وقفنا احنا كولد خلي اخي نسمعوا معنا في المباشر. على كل حال رياض بن نور رئيس فرع كره القدم في الترجي الرياضي التونسي ونائب الرئيس مرحبا بك رياض. مرحبا اخت عايده ومرحبا بمهدي. سي رياض شنو حوالك خويا؟ مبروك. قلت شاء الله مبروك. شاء الله بدارك مبروك يا رياض كل عام تحيي بخير يفضل. عايش والله عايده فاش بالضبط معناها السؤال اللي مطروح لي انا فاش بالضبط فانا نقطه بالضبط. في النقطه اللي كان يحكي فيها مهدي بن غربيه توا اللي ترجي يعني بتبيعها يعني تبعت بروسيدور قانونيه في انها حبت تطالب بحقها في المباراه هذيك في اعاده المباراه. خلينا نبدا ساعة في كلام مهدي معناها من الاول واللي ملاء معناها اذا كان فما مراجعه حاجات اللي لازم لصالح الكره معناها القدم والرياضه التونسيه اللي ملاء. ولكن نقول له لو تريبينال سبورتيف معناها موجود حتى في سويسرا معناها حتى بعض ساعات كيبدا ليتيش فيفا تنجم تتعدى به التريبينال سبورتيف داربيتراج سبورتيف وينجموا معناها سي معمول به في كل في كل بلدان العالم معناها. فيما يخص القرار هذايا بالذات اخت عايد انت تعرف اون بروميير انستانس خسرت الترجي الرياضي التونسي اون دوزيام انستانس الاستئناف خسروا الترجي الرياضي التونسي والقانون سمح للترجي الرياضي التونسي لنظريه معناها سلامه موقف وتعدل التعقيب وفي التعقيب معناها التعقيب اعطى راي وهذا قرار محكمه معناها مهما كان. صحيح حكموا فيه ثلاثه من الناس كما قال مهدي صحيح. احنا نتذكر انا هكايا راهو هذه ثقافه معناها عامه باش نحكي بصفه عامه باش المستمعين يفهموا اللي بعض ساعات في الفيفا في لي دوسي دو كاليفيكاسيون دو جوار ثم ان جوج يونيك تلقى واحد بركه يحكم يسموه ان جوج يونيك معناها ثلاثه يتسمى حاجه هائله عندنا احنا هنا تلقى كيما الدوسي نتاع عمناو اللي تعرضنا له التوانسه احنا معناها كترجي الرياضي التونسي ومشينا به وقت الكاليفيكاسيون نتاع جونفيي بيسالا او الكاليفيكاسيون نتاع ادريسا كوليبالي كان فما ان جوج يونيك هو يا رياض انت بالضمان ديتاي نتاع كيفاش المحكمه واحد احنا مش ندخلوا في هذايا احنا كلنا نعرفوا دونك كيل كونديسيون وفينا ظروف تم قيادة الكناس ونعرفوا فما حاجه في او كي نحكموا بين الناس نختاروا شكون يحكم علينا. القائمه هذه اللي تحكم في المحكمه هذه معينه وتعرف من عند شكون معينه وفين الظروف تعينت ولا الاهداف تعينت. للاسف اليوم راوا انه المنظومه هذه اللي سابقه للشيء اللي حصل في البلاد وكانها ما تبعتش الثوره اللي حصلت في البلاد. اليوم نعتقدوا ان المؤسسه هذه الكناس ما زالت تخدم فرد حسابات وفرد وتر كيما قبل 14 ما تبدل حد شيء في البلاد يا رياض. مهدي انت تو في البلاتو عندك الوقت باش تعبر حتى بعدي انا في التليفون خلي لي فرصه مو انا نستغل هالتليفون هذا باش انت تعرف هذوما كيفاش تعبوا تعرف انت رياض فين كونديسيون تحطوا العباد هذوما وكيفاش يخدموا وثلاثه من الناس ما حدش اللي تي كونتر وحاجه اخرى يا رياض تعرف يانا شونجي وبالوزروزمون فما عباد اي كومبري معناها نعبر معاك كي بينيفيسي دو سيستيم خليه يتكلم مهدي خليه يتكلم رياض يتكلم معناها مش معقول اذا كان تو دخلت في التليفون مش معك موقفي معناها رياض كلمه ليك
حبيت نقول لك اللي يقول لي هو تعرف والله ما نعرف انا كيفاش معناها الكناس تعملت وشكون عملها وكيفاش تعملت والاهداف اللي تعمل فيها. انا نجم نقول حاجه بركه اللي الكناس حتى الزوز اللي حكموا في كسوسوا في الابتدائي في الرابطه اللي هو سيد رئيس الرابطه شو اسمه سامحني ذكروني سي الورفلي سي احمد الورفلي وفي الاستئناف سي صابر بوعقي الزوز يفون بارتي من المحاكمين في الكناس. معناها الزوز اللي خذوا القرار الاولاني اللي عجب الناس موجودين زاد في الكناس كمحاكمين. الكناس موجوده من اصل الدنيا ومعمرنا ما محتاج حتى حد وسناخ خذت قرارات الكناس وسناخ خذت قرارات باعاده مباريات وسناخ مباراه حرملم في النادي الرياضي الصفاقسي عاودوها وما صار حتى شيء. معناها قراراتها ذي محكمه معناها قراراتها معمول بها. انتم تعرفوا زاد في قرارات اخرى تاع اعاده مباريات صارت قرارات استئناف في ميعاد مباراة النادي الافريقي وشبيك القروان. اكيد هذوما قرارات وهذوما معناها قضاء هذا. ثم ناس باش تكون فرحانه بالقرار هذا وثم ناس ما تكونش فرحانه. ثم باش نقول معناها الترجي الرياضي التونسي اليوم ماهوش مستفيد راه المباراه اعاده المباراه الاولى الترجي ربح فيها نقطه. ثم لي بوسيبيليتي كل هذه مباراه كره قدم تنجم الترجي الرياضي التونسي كما نجم يربح رياض كما نجم الترجي الرياضي التونسي يخسر نقطه. معناها هذا قرار نتاع محكمه. اذا كان زاد واحد يمشي للتعقيب ويصير حكم تعقيب ونحلوه احنا مواطنين عاديين حكم تعقيب لانه مو تفكير حسب طرح مهدي بن غربيه يقول لك معناها قرار محكمه هذه تعينت. انت قلت ما نعرفش كيفاش يقول لك في ظروف ما بعد قبل الثوره وبعد الثوره فما ظروف اخرى. أخت عايدة البعض ينقض في القرار بدون معرفه اسانيد ودفعات الترجي الرياضي التونسي اللي كانت كلها قانونيه وبالخصوص الناس تنقض وما تعرفش على ماذا ارتكزت المحكمه الرياضيه في اتخاذ القرار. البارح كان اللي صدر البارح هو منطوق الحكم برك معناها حتى اموان استناه باش نشوفوا معناها خاصة على شنو ارتكزت المحكمة ومن بعد نجمو ننقضوا ونقولوا هذا اي وهذا لا معناها ما نجموش قرار محكمة. انا نحب نسال حاجة رياض تي تخوف نورمال تلعب ماتش الي روتور في تونس تحب هكا تلعب الشامبيونان انت؟ لا هذاك لسان هذاك شوف ما فما زوز اطراف كان هكا يظهر لك به رياض ميسان صحة وش في والله العظيم والله لا بيناتنا احنا بالنسبة لي باش نرجعوا لايامات رياض قبل اللي نلعبوا في الماتشات كل في تونس واللي استادات تتذكر ويلعبوا عنا قلت لك ريانا شونجي بالنسبه لكم انتم لا ما نحكيش على الجمهور الاسبيرانس لا انتوا انتم ريانا شونجي رياض ريانا فو فونكسيوني كوم قبل غربه الجافي كانوا حتى شيء يتبدل يا مهدي انا ما تدخلنيش في قبل ومن بعد راني السياسه ما نفهمش فيها انت بوتيتر انت تفهم في السياسه يا رياض ودايور انت تسمع في اسمع سامحني كي نقول لك كلمه برك تو انت تفهم في السياسه يا رياض وبيسك انا نحكي نسمع فيك تحكي اليوم برك في فيديو بتاعك تقول الثوره وثاره العباد تحكي على ثوره في بابيا الاسبيرونس تخسر بعد الثوره سي با فغي يا رياض اللي نحبوه بعد الثوره هذه وجون بيغبي باش تحكي على ثوره باسكو تحكي عليها وانا بريتو موجود في الشيء هذا وفي السياسه هذه وعديت صغري في الحبس جرة النبل كان قبل اللي راو ما فيها باس يا رياض كان اسمعني اسمعني باش نقول لك حاجه بارك الله فيك نقول لك حاجه رياض ما فيها باس راو نحشموا شويه انا رايي عيب الشيء اللي قاعد يحصل عيب الشيء اللي قاعد يحصل وعيب يا رياض كي تحكي اسمعني رياض كمل وعيب يا رياض كي نحكيوا على الثوره وتحكي على ثوره وثوره ثوره الاسبيرانس حاب نذكرك ومش انا مش في عادتي الكلام هذا ما نمثلش لازم يقولوا رياض نهار 5 جانفي 2011 من الغدوه اللي دفنوا البوعزيزي ورقاب تشعل من الغدوه اللي دفنوا محمد البوعزيزي اللي مات نهار 4 جانفي واسمع نقول لك حاجه اسمعني انت حكيت على الثوره قبل انت حكيت على الثوره انت انا نحكي لك حاجه يا رياض اسمعني رياض لو 5 جانفي 2011 يا رياض سي حمدي المدب اللي هو رئيس النادي بتاعك قاعد مع ساحه المادري في الطاوله ويشري معاه في 25% تاع تونيزيانا وقت لو لوندومان نتاع موت نتاع سي سي نتاع سي محمد عزيز والبلاد تتحرق رياض نقول لكم راه غيانا شونجي عندكم انتم غيانا شونجي البلاد تبدلت دونك ما تحكيش على ثوره رياض فوزيت الواد بري على ثوره عايش خويا يا مهدي الكلام اللي تقول فيه كلام عيب عليه عيب كلام حتى سند عليه عيب ناخذوا رياض لو 5 جانفي لو 5 جانفي يا رياض ايش اقول لك حاجه خل سنة خليه يكلمك خليه يتكلم مهدي خليه يتكلم قلت مهدي خليه يتكلم رياض يقول الكلام هذايا بس خليني يغشش خليني فرص باش نجاوبك خليني فرص يجاوبك كمل كلامي صاحبي جاوبني
نكمل رياض نكمل يا رياض كمل وجاوبني رياض. لا لا مانيش مستعد يا مهدي يا مهدي. ما انتش مستعد تجاوب خاطر ما عندك باش تجاوب يا مهدي. مهدي دخلت في كلام عيب. لا شو العيب؟ شو العيب يا رياض؟ شو العيب؟ شو العيب؟ العيب يا رياض كي تحكي على ثورة. اي مهدي مهدي خليه رياض يجاوب. خليه رياض يجاوب رياض. انا نحكي على كرة قدم من يوم، نحكي على ترجي رياضي تونسي في مباراة ابني خلاد، نحكي على الكلام الكل دي تورني لاتونسيون في مواضيع تافهه بالنسبه ليا انا. الموضوع دو فون لو سوجي دو فون ما عندك فيه حتى ريبونس بيسكو هذا قرار محكمه. تحكي في موضوع تحب زعمه تقلب الراي العام انت وتستعمل زعمه في الثوره وفي حكايه تقدم بالك انت باركة تعرفهم وقت اللي هما الحكايات هذوما ما عندهم حتى شيء صحيح. هذا تنجم تقول انت تحب وتقول انت خليه يتكلم خليه يتكلم مهدي. اذا كان خدمتك انت باش معناها تاثر على الشارع الرياضي وتحرك الشارع الرياضي ولا الشارع التونسي، انا راني جيت على باش دخلت في التليفون باش نتكلم خاصه وونيكمون على الموضوع نتاع كره القدم هذاك. المواضيع الاخرى فما دي ديبا اخرين يا رياض. انت تكلمت يا رياض انت تكلمت انت 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 تكلمت يا رياض انت يا رياض انت فما بحق اخرى تنجم تتكلم فيها بالموضوع هذا رياض. انت تكلمت انت 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 رياض تكلمت. نقعدوا في كره القدم مهدي مهدي نقعدوا في كره القدم. حاجه مساله واضحه سي رياض كي يتكلم ويقول وهو يتسوى فيه فيكتيميزي يعني نسمع فيه يقول الحكام اليوم بيسكو فما ثورة وهم المترجي وين قلت يا مهدي؟ هذا قلته في الغاديو في الغاديو في قلت يا مهدي يا قاري يا حمد نذكرك بحاجة ما يسالش رياض ما يسالش حتى كلمة حتى نقوله الكلام هذا ونتحمله حتى ما يتقالش رياض. فوزيت لوان باش تحكيو على ان شونجمون. افهموا اللي جرات ثوره في البلاد اللي تبدلت. افهموا رياض اللي بلاد بعد ولات ديفيرون دو 14 جانفي. وكي نحكيو على ثوره يا مهدي اسمعني 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 رياض انا 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 اسمع يا رياض يا رياض انا خدمت خدمت قبل الثوره يا رياض اسمعني اسمع كلكم باش تقولوا لي يا اخي شويه بربي انجز يا رياض. نحكيوا على الكره نحكيوا على الكره مهدي. رياض انا عديت انا 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 تميت اسمع يا رياض مهدي نرجعوا للكره نرجعوا للكره. انا تميت حركه النهضه عمري 14 سنه ودخلت الحبس عمري 21 وخرجت منه عمري 27 وخدمت وحدي وخدمت وحدي يا رياض وخدمت وحدي وانا ظلت باركونتر يا رياض تحكي على ثوره يا رياض خليني نقول لك باش نجيبوا دافع عارف جو كومبرون دافع على عارفك يا رياض عندك حق دافع على رياض عارف لو 5 جانفي والبيت تحرق يشري يشري 25% من تونس مهدي ما تخرج مهدي بنزرتي في هذا واضح واضح قلتوا يشري فيه مهدي ومش انا كنت عادي طياره مشيت انا فين تونس فيها في مهدي دوك رياض سامحني فوزيت واحد بارتا يا رياض راهو ما تنجمش تعمل رياض اللي يعمل في السيزون الكره وانتم مهدي 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 ما تنجموش تكملوا اكثر يا رياض عيب عليكم يا رياض عيب عليكم يا رياض. مهدي انا باش نقول لك حاجه برك انا صحيح نعرف اللي انت معناها سمعت اللي انت شريت حبس من 17 سنه اما انت قلت لي اليوم على حركه النهضه انا في بالي على حاجه اخرى ما نعرفش اما ما في باليش في بالك يا رياض ما على على صحيح يبان لي والله غالب معناه على 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 حاجه اخرى اسمع اسمع رياض اسمعني اسمعني والله بالحق معناه هك بلا هك في هك في بالك يا رياض واضح مش هذا موضوع في بالي رياض. مهدي رياض الدنيا تبدلت افهموا لي الدنيا تبدلت اوكي افهموا لي الدنيا تبدلت يا رياض. مهدي مهدي مش هذا موضوعنا ظهر لي حدنا على الموضوع نحكي ونقعدوا في الرياضة. قلت مهدي انه الانسحاب بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي امر مازال وارد والا لا هذا نختموا به الموضوع هذا على خاطر خذيه حظه اكثر من وقت اللي مستحق له في البرنامج. قلت انه اليوم لازم نفهموا انه الميدان الرياضي لازم ينظف. اليوم مش معقول انه نقعدوا هذاك الميم بروسيدي نتاع قبل 14 جانفي. واضح هذا واضح مهدي هذا واضح واضح ما نجمش لا ديسيزيون معناتها احنا تو نقولوا اي قلنا ما نقولوش نعاودوا فيه قلنا مهدي الفولو الفولو دير معناها قلنا سيدي برشا عندي الحق عنده الحق كي نحكيو على الاستاد نتاعو اما ما نجموش نقعدوا اوتاج ما يمثلش هو هو ما يمثل روحه رياضي يمثل الترجي الرياضي التونسي يمثل ما عنده ما عندوش باش يحكي على الثوره الترجي الرياضي التونسي عمره ايش 90 سنه والترجي الرياضي التونسي معناها ما عندنا ما نقولوا فيه شيء بالعكس اخ اعرق فريق اكبر فريق اما الترجي الرياضي التونسي اكبر من انه يهز الشامبيونه بالصفه هذه واحنا مازال ما تهزش الشامبيونه ومازال دو توت فاسون الامور احنا مش معقول نظلوا بالصفه هذه واللي حاب نقوله تو انه صحيح فما بوكو فريستراسيون في بنزرت انه العباد حبنا نبطل العباد فدت مي ماهوش هذا هو الطريق دونك اليوم باش نكملوا نظن باش نحاول نقرا الهيئه المديره والعباد الكل لازمنا نكملوا والبطولة بشكل ذي حدا كان يسالش فيها ربي اون فا كومباتر اللي جايين احنا عمرنا اللي باش نقبلوا من اللي بدينا ان
معناها يستكين بينا او نستضعفه. احنا ما عندناش الاستكانه، ما عندناش الوهن، هذه اخلاق عبيد وما عندناش. واللي ناوي يثق لنا حقنا باش ناخذ منه حقه بكل ما يلزم. واضح رياض، رياض كلمه الاخرانيه معك انت. بربي ساعك يقول بكل ما يلزم، شنو اللي يلزم معناها؟ شنو شنو الطرق اللي عنده معناها؟ احنا ما تخافش يا رياض، ما نخافوش، احنا ما نخافوش كلفه التراه يا رياض، ما نخافوش كلفه التراه، احنا ما نخافوش في البيروات يا رياض. وفيت وفيت يا رياض، ما نخافوش في البيروات، احنا احنا نربحوا نلعبوا سور تراه يا رياض، ما نلعبوش في البيروات احنا يا رياض، ربحنا في تونس. مهدي مهدي حدنا ياسر على الموضوع. رياض الكلمه الاخيره ليك رياض. الكلمة الأخيرة أنا حبيت نقول لك بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، هذا كله كلام خارج عن الموضوع، لأنه الترجي الرياضي التونسي عمل حقه، استعمل حقه في طلب معناها التعقيب، خسر في دوز انستون، خسر فيما في درجة أولى من التقاضي وخسر في درجة ثانية. واضح، بروزيدور قانونية تم اتباعها بصفة عادية. تعدل القضاء، القضاء أعطاه قبل برشا مباريات عاودهم، وما ريناش معناها كلام من النوع هذا. نعرف اللي في إعادة مباراة فما ناس تفرح وناس تغش، ديما في أي قضاء معناها أي قرار بتاع قضاء تلقى ناس تستنفع وناس تضر من الحكم هذا بتاع القضاء، ولذا معناها ما نفهمش. والتيرا مازال والأمور مازالت ومازال حتى كي مشيت عاود الماتش فما ماتشات أخرين تحب تعاودها. عنا بيب، عنا بيب، فماشي ماتشات أخرين تحب تعاودها. رياض، رياض دو توت فاسون الشامبيونان مازال متواصل وماتشات مازالوا متواصلين، وكما قال رياض حتى ماتش بني خالد مرشح انه يكون نتيجه دو توت فاسون نجم تكون نتيجه ايجابيه ولا سلبيه ولا تعادل، مازال كل شيء مفتوح في البطوله هذه، ولو اني بطوله تقطعت برشا وتوالت برشا على الناس الكل، وظهر لي سي نورمال الاعصاب الكل تتوتر. شكرا لك رياض بنور اللي كنت معنا في المباشره على شمس افام، نشكرك، نمشيو ديريكتومون للمهدي روفو.